إنها عينة من الباحثين عن المتعة في الصين، مجموعات صغيرة من السياح يقصدون جزيرة هاينان لاختبار رياضة ركوب الأمواج التي لم يشاهدوها إلا على التلفزيون أو الإنترنت. يأتيك الموج فتمسك به وتدور معه، جميل جدا. تنعم الجزيرة بأحد أطول السواحل في العالم، ورغم ذلك يزدهر فيها ركوب الأمواج. براندن شريدان أسس أول مدرسة لتعليم ركوب الأمواج منذ سنتين. انظر إلى هاينان وإلى هذا الشاطئ، هذا يعتبر جنة في الغرب يمكن أن يتدفق إليها آلاف السياح، لكن بسبب كثرة الناس في الصين لا توجد هنا ثقافة الشاطئ، والناس لا يريدون الاسمرار. ثقافة المياه هنا ليست كما ينبغي. ولكن هذا الأمر يتجه نحو التغيير، فهذا العالم الإلكتروني الثلاثيني استقال من منصبه في مصرف فيلادلفيا وانتقل إلى هاينان ليعيش حلمه. الأعمال التجارية تنمو هنا بالطراد، والطبقة الوسطى تتطلع إلى سبل جديدة للتمتع بالهواء الطلق. الشيء الهام في دروس ركوب الأمواج هو الراحة الكبيرة التي يشعر بها الزبائن، لأن ركوب موجة لتسع ثوان تجعل المتدرب في غاية السعادة. شعور يختبره معظم الطلاب في يوم دراسي واحد. أنجيلا يونغ تحب المغامرة في الهواء الطلق، ولكنها تشدد على أهمية الوعي البيئي. أمل أن يكون الناس حذرين ولا يرموا بأي شيء على الشاطئ، فهذا سيكون أمرا خطيرا. تمتع بالطبيعة ولكن كن صديقا لها. احترام البيئة هو الفلسفة الرئيسة لركوب الأمواج في جميع أنحاء العالم، والرواد هنا يحترمون هذه القاعدة كونهم ماضين في تطوير هذه الرياضة للأجيال القادمة.